مشاهدينا، ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان عامر الشوبكي، خبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد عامر الشوبكي. بداية أستاذ عامر الشوبكي، مستقبل قاتم، يعني نبدأ من العنوان، مستقبل قاتم للاقتصاد العالمي من طرف صندوق النقد الدولي، إلى أي مدى هذا الوصف دقيق بالنسبة للاقتصاد العالمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ ياسمين وشكرا على الاستضافة. ربما يكون أقل المأمول الآن هو ما توقعه صندوق النقد الدولي. لغاية الآن توقعاته ضمن الظروف الحالية، ربما هنالك نظرة تشاؤمية أكبر في الفترة القادمة نتيجة استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، استمرار العقوبات، استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، استمرار معدلات التضخم المرتفعة، ومعالجة هذا الأمر من خلال الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والمركزيات الأخرى في العالم لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة. سلاسل الإمداد ما زالت أيضا يوجد بها خلل كبير، كل هذا سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي. حتى المتوقع في المراجعة التالية في أكتوبر القادم لصندوق النقد الدولي أن يتم تخفيض آخر، هذا التخفيض الذي والتخفيض الثالث على النمو الاقتصادي العالمي المتوقع، وبالتالي هنالك نظرة ستكون أخرى متشائمة للاقتصاد العالمي في الفترة الماضية. نعم. إذن سيد عامر الشوبكي، هذه ليست المرة الأولى كما قلنا التي يخفض فيها الناتج الداخلي في تقديرات إجمالية الناتج الداخلي هذا العام، لماذا برأيكم هذه البيانات المتشائمة؟ نعم، الآن يسعى العالم بداية إلى كبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، هذا أدى بالاحتياط المركز الأمريكي والذي متوقع أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ويعلن هذا اليوم بنسبة 75 نقطة أساس، ستلحق بذلك مركزيات أخرى. الاتحاد الأوروبي أيضا، المركز الأوروبي رفع يعني نسبة الفائدة نصف نقطة مئوية، نسبة الأولى منذ 11 عاما، كذلك البنك المركزي البريطاني، وهذا لكبح معدلات التضخم. الأهم الآن كبح معدلات التضخم المرتفعة التي تؤذي الشعوب وكذلك تؤدي القدرة الشرائية للأسر والمواطنين وتخفض يعني من القدرة على الإنفاق، بالتالي هذا الأمر لابد من أن ينعكس سلبا على الاقتصادات العالمية. علاوة على ذلك هنالك أسعار الطاقة المرتفعة التي تخفض أيضا بدورها من الإنفاق على الاقتصاد وعلى الاستثمار، وأيضا هنالك ما زال خلل في يعني سلاسل التوريد. هنالك حتى نظرة كانت متشائمة بأكثر الدول نموا في اقتصادها، كانت متشائمة بالنسبة للهند وبالنسبة للصين، متوقع حتى الصين أن ينمو اقتصادها فقط بنسبة 3.3% هذا العام، كانت ترصد الحكومة الصينية 5.5% وهي أقل يعني نسبة مرصودة للاقتصاد الصيني، وبالتالي النظرة تكون مقصورة على دولة بل كانت تشمل عدة دول. طبعا لماذا أقول من المتوقع أن يكون هنالك ركود اقتصادي في الفترة القادمة، سواء في يعني الدول الأوروبية، في الاقتصاد الأمريكي، في الاقتصاد الصيني، أهم ثلاث محاور في العالم يعني متوقع أن تشهد ركود في الفترة القادمة. ولهذا نقول بأنه يعني ما توقعه صندوق النقد الدولي هو ضمن التوقعات المحتملة. نعم. وربما سيكون وضع أسوأ في الفترة القادمة. نعم سيد عامر الشوبكي، تثار تساؤلات حول أرقام صندوق النقد خصوصا في منطقة اليورو التي تعد الأكثر تأثرا بأزمة الطاقة العالمية. نعم تماما، أيضا منطقة اليورو ربما يكون تأثرها كبير طبعا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وقف واردات الطاقة الروسية إلى أوروبا، منها الآن مثلا خط نورد ستريم توقف ب 80% من سعته من إرساليات الغاز إلى أوروبا، فقط يعمل بطاقة 20% ومتوقع أن يتوقف بشكل كامل. طبعا الصورة متشائمة أكثر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، أيضا بعد غدا سيعلن عن
الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني، وهذا سيحدد فيما إذا كنا قد دخلنا في الولايات المتحدة بركود. أيضا في القارة الأوروبية، الاقتصاد الأكبر في القارة الأوروبية الاقتصاد الألماني قد يدخل في ركود إذا ما تم الإعلان في الأسبوعين القادمين، سيتم الإعلان عن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني في الربع الثاني، وبالتالي الاقتصادات الأوروبية كلها معرضة للهبوط، والنظرة التشاؤمية موجودة وحاضرة في جميع مراكز الاقتصاد سواء في أوروبا أو في العالم بشكل كامل. لكن لابد من التنويه من نقطة، بأن الاقتصادات الفقيرة والنامية ستتأثر أكثر بهذا الأمر، ستكون متأثرة أكبر بانخفاض نشاط الاقتصاد العالمي لعدم قدرة أولا الأسر في هذه الدول من تحمل أعباء فاتورة الطاقة المرتفعة وأسعار السلع والخدمات الأخرى التي ترتفع في العالم. فأعتقد بأن الدول المتقدمة سواء بالنسبة لمعدل دخل الفرد فيها، أعتقد بأنها قادرة أكثر على تحمل الصعاب القادمة على الاقتصاد العالمي. نعم سيد عامر الشوبكي، كيف يؤثر النمو العالمي المنخفض على الطلب في قطاع النفط والغاز؟ نعم هذا أهم سؤال. يعني من أسباب التي دعت الاحتياط الأمريكي والمركزيات الأخرى لرفع أسعار الفائدة هو تقليص النشاط الاقتصادي العالمي وامتصاص السيولة في الأسواق لخفض معدلات التضخم. من هذه الأمور المستهدفة خفض أسعار الطاقة عند انخفاض نمو الطلب العالمي على النفط. متوقع أن يبقى نمو الطلب العالمي على النفط في مستواه الحالي على الأقل في السنة الحالية، وهذا لا يتناسب مع حجم المعروض في الأسواق، لأن قطاع الطاقة تعرض إلى ضربات متوالية من 5 سنوات ماضية بخصوص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وهذا أدى إلى معروض أقل سواء في النفط أو في الغاز في الأسواق العالمية. لذلك رغم استقرار الطلب العالمي ما زلنا نرى الأسعار الآن مرتفعة سواء للنفط أو الغاز. مثلا أسعار الغاز اليوم وصلت إلى مستويات يعني كبيرة، 220 يورو لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أوروبا، وكذلك 40 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في آسيا في أسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وبالتالي هذه أسعار مرتفعة جدا، هي الأعلى منذ الأسعار التاريخية التي رصدت في مارس الماضي. أسعار النفط أيضا ما زالت ترتكز على يعني مرتكزات أساسية تقاوم الركود الاقتصادي العالمي ومخاوف ركود الاقتصاد العالمي، ومن ناحية أخرى تواجه النقص في المعروض في الأسواق، ولذلك هي ما زالت فوق $100 للبرميل لخام برنت. طبعا بالنسبة للتوقعات المتشائمة لنمو الاقتصاد العالمي، هذا لا ينعكس على الدول المنتجة للطاقة، الدول المنتجة للنفط والغاز، ربما هي المستفيد الأكبر الآن في العالم من يعني ارتفاع أسعار الطاقة، وستحقق نمو اقتصادي أكثر من المرصود سواء في السنة الحالية أو السنة القادمة، نظرا لأن المتوقع أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة في نهاية العام الحالي مع نهاية العام الحالي وحتى في العام القادم 2023. طيب سيد عامر الشوبكي، في ظل الأزمة التي تزداد تعقيدا، ما هي الإجراءات التي يتوجب على الحكومات في العالم اتخاذها؟ نعم هنالك أهم ما يتوجب على حكومات العالم خاصة في الدول النامية، وضع برامج للأسر الفقيرة وبرامج حماية اجتماعية للأسر الفقيرة لما سيواجهه العالم في الفترة القادمة. الدول المتقدمة الآن تحمي نفسها برفع أسعار الفائدة، تسحب السيولة من الأسواق، ربما ستخفض أسعار أو معدلات التضخم في الفترة القادمة، لكن الخوف الحقيقي من الدول الفقيرة والدول النامية وحتى الاقتصادات الناشئة مثل مثلا باكستان التي تستورد معظم حاجتها من الطاقة من الخارج، الآن اقتصادها يتعرض لضغوط شديدة وديون مرتفعة. الآن صندوق النقد الدولي الذي أخرج هذه الدراسة أيضا بحاجة إلى تسهيل برامجه مع دول العالم الثالث مثل لبنان الذي يعني أوقف برنامج تزويده أو برنامج الإقراض للبنان، وهذا يتسبب في مشاكل اجتماعية في لبنان. اليوم كانت هنالك يعني مشاهد مؤلمة لمشاجرات على طوابير الخبز في لبنان، كذلك تونس
التي تعاني من مشاكل وصعوبات في مواجهة يعني برنامجها مع صندوق النقد الدولي لعدم قدرتها على الاقتراض وديونها المرتفعة. مصر كذلك، السودان، هناك عدة دول عربية على وجه الخصوص ستعاني بشكل شديد في الفترة القادمة، عدا أنه أيضا ستؤدي هذه الأمور ربما إلى يعني احتجاجات شعبية في أوروبا، ربما تؤدي إلى تغيير أنظمة حكومية في أوروبا نتيجة انخفاض شعبيتها في الفترة القادمة. نعم سيد شوبكي، يعني ما تأثير تراجع هذه اقتصادات هذه الدول الكبرى وأيضا الدول النامية على الاستقرار الاجتماعي والسياسي خلال المستقبل القريب؟ نعم، يعني هذا أكثر ما يقلق، هو الاستقرار الاجتماعي للعالم مع ارتفاع الأسعار، مع ارتفاع كلف الطاقة وأسعار المواد الغذائية. حتى لغاية الآن لم نرى نتيجة على أرض الواقع من اتفاق روسيا وأوكرانيا على تصدير المواد الغذائية. هذا لم ينعكس، ربما انعكس على الأسعار العالمية إلا أنه لم ينعكس على الأسعار في هذه الدول الحقيقية. وبالتالي أكثر ما يخيف الآن في العالم هو الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية. هنالك يعني ربما سيتولد عن هذا الأمر ارتفاع نسبة الجريمة مثلا في السرقة أو أخرى، جرائم السرقة أو جرائم أخرى نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الأسر في هذه الدول على مواكبة فواتير الغذاء المرتفعة، فواتير الطاقة المرتفعة. ونعلم بأنه يعني الدول العربية على سبيل المثال جميعها تستورد أكثر من 80% من حاجتها من المواد الغذائية، وتستورد في تقريبا 14 دولة منها تستورد كامل احتياجاتها من الطاقة عدا الدول النفطية وبعض الدول مثل الجزائر والعراق وليبيا. وبالتالي هذه الدول مهددة أكثر في الفترة القادمة من حدوث اضطرابات اجتماعية واحتجاجات شعبية. نعم شكرا لك السيد عامر الشوبكي خبير في شؤون النفط والطاقة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا أستاذ أهلا. إذن مشاهدينا نستكمل بقية أخبارنا الاقتصادية.